نحن الآن في مقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حركية كبيرة يشهدها هذا المقر. نحن الآن داخل غرفة العمليات برفقة السيد عباس عمار، الدكتور عباس عمار، عضو اللجنة الدائمة للهيئة. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن نحن الآن متواجدون على مستوى غرفة العمليات، ما هو الدور الذي تلعبه هذه الغرفة في مراقبة العملية الانتخابية؟ طبعا كما هو معلوم أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة مستحدثة من طرف المؤسس الدستوري في دستور 2016، مهمتها هو السهر على رقابة على الانتخابات. وكما هو معلوم أن الهيئة العليا لها اختصاصات قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع وبعد الاقتراع. إذا كانت هناك مخالفات أو تجاوزات سواء داخل المكاتب أو مراكز الاقتراع أو حتى خارجها، فالهيئة مختصة باستقبال الشكاوى والإخطارات. إذا كان هناك فصل في هذه الإخطارات على المستوى المحلي يفصل فيها، وإذا كانت تتطلب إحالتها على المستوى المركزي تحال هنا على مستوى الهيئة عن طريق كما تلاحظون، يعني كما هو معلوم أن الهيئة يعني متواجدة على المستوى المحلي في شكل مداومات، وهذه المداومات يعني متواجدة على مستوى كل ولاية وكل منطقة من الوطن أو كل جهة يشرف عليها عضو من أعضاء اللجنة الدائمة. فعندنا جهة خاصة بولاية الغرب، جهة خاصة بجنوب غرب، وجهة خاصة بالشرق وجنوب شرق وجنوب وسط والوسط، بالإضافة إلى عضو من أعضاء اللجنة الدائمة مكلف بالجالية الوطنية في الخارج. إذن هذه الإخطارات تصل هنا على مستوى غرفة العمليات، يستقبلها هؤلاء الموظفون التابعون للأمانة الدائمة للهيئة، ثم بعد ذلك هذه الشكاوى تحال على اللجنة الدائمة للفصل فيها فورا، لأن الفصل في الإخطارات يوم الاقتراع يتطلب الفصل فورا، يعني لا تتطلب التأخير. ثم هذه المعلومات تنقل مباشرة إلى مكتب آخر تجمع فيه المعلومات، سواء تعلق الأمر بنسب المشاركة أو تعلق الأمر بعدد الإخطارات، ثم بعد ذلك تحال إلى مكتب المتواجد فيها والقاعة المتواجد فيها أعضاء اللجنة الدائمة للفصل فيها فورا. وكل هذا طبعا تحقيقا لحفاظ على أداء الواجب الانتخابي على أحسن ما يرام. إذا كنا في قاعة العمليات، كل المعلومات التي تجمع في هذه القاعة تنقل إلى هذا المكتب، أين توجد هذه الشاشة التي تتوفر على جميع المعلومات التي تسجل على مستوى قاعة العمليات تنقل هنا، ومن هذه الشاشة يمكن أن نطلع على كل آخر المعلومات الخاصة بالانتخابات، سواء تعلق الأمر بعدد الإخطارات أو نسبة المشاركة أو عدد مكاتب التصويت ومراكز التصويت وكذلك الهيئة الناخبة. وهذه الأرقام طبعا نحن الآن في الساعات الأولى، طبعا لا تتوفر لدينا أرقام دقيقة فيما يخص الإخطارات لأن العملية بدأت منذ قليل فقط، وعندما تجمع هذه المعلومات تنقل إلى قاعة أخرى أين يتواجد أعضاء اللجنة الدائمة للفصل في هذه الإخطارات. الآن احنا الآن متواجدين في القاعة اللي متواجدين فيها أعضاء اللجنة الدائمة اللي هم 10 أعضاء، كل عضو مكلف بجهة معينة، وهناك نائبين للرئيس وعضو مكلف بالجالية بالخارج، وكل عضو من أعضاء اللجنة الدائمة مكلف بجهة من جهات الوطن، وهنا تستقبل الإخطارات من قاعة العمليات وتسلم هنا إلى أعضاء اللجنة للفصل فيها، تكون مشاورة بيناتهم الفصل تكون يعني مداولة ويفصل فيها فورا. ممكن تشوفوا مع السيد يعقوب موسى نائب إذا كان الإخطار ليوصلوا، إذا كان هناك إخطارات وصلت في آخر دقيقة. آخر إخطار وصل إلى اللجنة الدائمة للفصل فيه؟ هناك 3 إخطارات تمت على مستوى البوليدة والجزائر العاصمة وقسنطينة. أما فيما يخص الإخطار الأول فيتعلق بعدم تعليق قائمة الأعضاء المؤطرين لمكتب الانتخاب، وقد تم التصدي إليه في حينه، وأصدرت المداومة تقريرا ألزم به المعنيون بذلك وتم تعليق القائمة. أما فيما يخص اختار الذي أتى من متصدر أحد القوائم بالجزائر العاصمة فهو يتعلق بالمؤطرين الذي يدعي فيه أن هناك مؤطرين قد تم تغييرهم، فالهيئة قد أوفدت منسق ولاية الجزائر للتحقق من الأمر أولا مع المخطر للتحقق من المقصود من إخطاره، هل يتعلق الأمر بالمؤطرين الإداريين أم بالمراقبين الحزبيين ومراقبي المترشحين، وسوف نتصدى لذلك في حينه. أما فيما يخص الإخطار الذي ورد من قسنطينة فيتعلق بعدم توفير
أوراق اقتراع لحزب معين وهو الأرندي على ما أذكر، وقد تم استدراك الأمر قبل الإخطار. لذلك بعد التحقق من كل هذه المعطيات تم إصدار قرار برفض الإخطار لأنه أصبح بدون موضوع، والأمر قد استدرك في حينه ولا إشكال.